رجعنا معكم مستمعين الكرام. انا مضارب انا وهشام من قبيله وحنا مضاربين. هو كيقول لي الكره ديال بن شرقي ماشي بيلانتي وانا بغا يسطيني. قلت ليه بيلانتي عادي لا ما واحد قضيه. اسمع انا نخليو الناس يحكموا بينا. انا راه مغربي انا وصلت ورجع خلي وكمل كمل وكمل تروح حتى مغربي زعما انا والله نكمل خليني نكمل تخليش نكمل خلي نكمل انا تقول لي انا مغربي كنهضر معك على لاكسيون الكره واش الجول دار لا فوت ولا لا ما دخلش لي في المغربي. دابا انت يلاه قلت كلمه حبستيني خليني نكمل. انا بالنسبه لي انا باغي المغرب تربح في 6 واه خليني نكمل لك ما يمكنش نكمل لك وتهضر لي على الكوره ونكمل لك انا جيك الكوره ودابا ما بغيتيش علاش انا بغيتي نمشي لك الكوره ديريك عطيتيني الكلمه خليني نكمل. خايل اخوك شوف البيلانتي عادل انا حتى انا في الاول بان لي بيلانتي ديال بن شرقي ولكن ملي دارت الاعاده بان لي الجول دار الطاكل ديال ديفونسور طاكله ضرب الكوره ملي ضرب الكوره ضرب الكوره وراه غنكملوا ديك الساعه. شكون اللي ضرب الكره؟ الجول اللي ضرب الكره ضربها ضربات في الشرقي ومشات. ايوه ولكن لو كونتاكت ملي كضرب الكره ضروري غادي يكون هو ما مشاش هز رجلو. انا بالنسبه لي بالنسبه لي شوف هذا شوف انا دابا اسمع لي ملي كنت انا كنتفرج البارح في الدار مريح كنتفرج قلت مع راسي هذا ماشي بيلانتي ما يمكنش انا نجي عندك دابا نريح معاك ونعاود نقلب الراي ديالي ونقول بيلانتي. الراي اللي شفتو البارح قلتوا لك دابا نقدر نكون غلط امشي نوك نقدر نكون غلط امشي نوك في التحليل نقدر نكون غلط. لا لا شوف راه نقدر نكون غلط اسمع اسمع شوف وجهه نظر هشام تحترم. لا لا وجهه نظر تقدر تكون غلط تكون صحيب ولكن حنا كنهضروا على معطيات. فاش كنجيو نهضروا على التحكيم كنشوفوا اتجاه الكره ولو كونتاكت الكره فاش تهزات ضربها الجول ضربات في حكام عادي معلومه راه دوز مع موجه 50 ولا 60 ديال التحكيم في البرنامج واش تمسطيه موجه راه حافظ انا وياه ودوز من بعد سنوات ديال ودابا دابا 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 داك الفار ما شافوهاش. اسمع اسمع شافوهاش امشي معاك بزاف امشي معاك راه الفار اللي قلتي راه حنا بفار بالفار وما كيحيدوش البينالتي. خلي دويلي على هذه انا نهضر لك على هذه دويلي على هذه اتجاه الكره فين مشى واش للمرمى ولا ماشي للمرمى ها واحد اتجاه الكره. ثانيا لو كونتاكت الجول فاش هز خرج بالطاكل الرجل ديال الجول ضربات الرجل علاش علاش بن شرقي طاح؟ طاح لان الجول ضرب الرجل ديال بن شرقي. فاش ضرب الرجل ديال بن شرقي يكون بالرجل ما قاسوش الجول كان غيطيح الكره قدامه غيماركيها سهله اتجاه الكره. بليتي على الطيحه اللي طاح بن شرقي ماشي بليتي على الطيحه كيفاش طاح؟ واش ضربوا الجول ولا ما ضربوش؟ كاين لو كونتاكت ولا ما كاينش؟ كاينش يقدر راه حتى اسمع لي راه لاطاكو كندوي لك انا على لاطاكو راه خدمته هذيك راه هو غادي الطريقه كاين فرق بين الطريقه باش غادي يطيح راه غادي يبين الحكم على انه رد تضرب. نسولك سؤال خلي تبين انا كنهضر معك على اكسيون واضحه وباينه واش الرجل ديال الجول اليمنيه ضربات الرجل اليسريه ديال بن شرقي ولا لا؟ الرجل اليمنيه ملي طاكله ضربات الكره الاولى والكره ضربات بن شرقي وخرج هادشي اللي شفتها انا والرجل رجل الجول ما شفتهاش فاش ضربات الرجل ديال بن شرقي من ورا الاولى يعني الاولى ديال الكره ومن بعد والثانيه صافي دابا معاك فوالا دابا انا جيني غير واش كاين لو كونتاكت واش الجول ضرب بن شرقي باش يمشي الكره ولا لا؟ الجول اش ضرب الاول؟ دابا الكره واخا لا زيد دابا كتسولني وكنجاوبك ضرب بن شرقي ما ضربش الكره شنو الكره ضرب؟ راه بن شرقي اللي دار ملي طاكل الجول اشنو ضرب؟ شكون اللي كنت الجول كون طاكل وضرب بن شرقي بلا كره راه بيلانتي كما كيقولوا لا غبار عليها. لا الجول مس الكره. لا ما مساش. كيفاش مسها؟ ياك بن شرقي مشى ودار الغيزه. واش دابا الجول ما مسش كاع الكره؟ دابا غير دابا شكون اللي خلى الكره تمشي لقدام؟ واش الجول ولا بن شرقي؟ هادي سطيتيني والله الا سطيتيني شوف انا نسول عباد الله سولوني يا خويا سولوني والله يا خويا لا حمقتيني بالله اكادير التكنولوجي ضربين والتكنولوجي وريه الله يحفظك اللقطه واش وريه وريني يا خويا الله يرحم الوالدين. دابا غير السؤال والا شافوها حتى المستمعين يقدروا يستافدوا عندهم يقولوا لنا شنو كاين سؤال بن شرقي مشى للكره نغز الكره على الجول الجول خرج بالطاكل ضرب ليه رجليه ما قاسش الكره قاسها ولا ما قاسهاش انا مالي انا كاين فرق عادل واش قاس كره ولا ما قاسهاش راه شوف دابا الجول ملي خرج بتاكل الجول ما خرجش بيدو ما خرج بتاكل كوم كوا على انه جوار لعاب مع لعاب راه ضروري يكون كونتاكت صاحبي هو خرج ضرب الكره ملي ضربت الكره انا كيبان لي قلت لك هذا رايي راه ماشي انا كنقول لك هذا الشيء اللي كاين انا تنقول لك رايي من وجهه النظر ديالي. دابا انا كنتفرج عادل البارح انايا مريح شاد تيليكوموند كنتفرج انا كل لقطه كندوز نقول غدا راه غنمشي عند عادل راه غناقش انا وياه هذه المواضيع هذه شنو بان لي فيها وجهه نظري انا والقناعات ديالي انا راه عادي بانت لي ماشي بيلانتي بانت لي انا واخا شنو خصو يكون بيلانتي الا دابا الاتجاه ديال الكره ها انت اسمع الاتجاه ديال الكره غادا البوطو شي كون ضربها الجول عيطنا على شي حكم انا نعيط لك على حكم دابا على الاتجاه على الادريسي جول ولا اتجاه ديال الكره
الاتجاه ديال الكره واش الجول فاش ضرب الكره شات هكا ولا رجعت للبوطو؟ الوغ الاتجاه غادا رجعت للبوطو مزيان ولكن ماشي البوطو خرجات راه حيت بنت الانقطاح جبت حمق لي خرجات راه غيطيح راه كاين راه هو ملي ضرب الكره طاح باش طاح باش طاح راه ضروري يكون داك غنعيطو دابا لشي حاكم يسقالي عيط الا كان هذا تفرج يا ربي نكون خاطئ انا كنتمنى نكون خاطئ يا ربي والله شوف حنا نضرب والله الا كنتمنى شوف غادي دابا انا وجهه النظر ديالي بناء على هذاك الشيء اللي شفت في الماتش وهذيك ليكسبيريونس اللي عندي انا شويه المتواضعه في الميادين الكرويه عطينا لاكسيون الله يحل لك شريت والتكنولوجيا جبد لي لاكسيون شوف لاكسيون دابا الراي والراي الاخر الراي ديالك انت انها بيلانتي الراي ديالي انا هذا هو الكره هذه الكره ما يمكنش يكون عندنا الاجماع لا انت شوفها هشام ما يمكنش يكون عندنا الاجماع الا كانت واحد اللقطه اللي فيها اختلاف في شي حاجه انت كتشوف السلطه التقديريه هذه بيلانتي لا غبار عليه السلطه التقديريه كاين بيلانتي مشينا ليه انا قلت مشى بالظهر هو بالكتف والاخر السلطه التقديريه كيكون فيها الاختلاف اما فاش كيكون لو كونتاكت ديريكت الجول ضرب الرجل ديال بن سرقي والكره في اتجاه المرمى سالينا نقطه بيلانتي في هذه الحاله نكون انا متفق معاك لو بن سرقي دار ديك النغيزه الكره نغزها وخرج الجول روطار شويه وضربه انا معاك انا هادي بيلانت لا غبار ولكن عادي اسمع لي هو الكره وسط منهم بجوج بيهم الجول حتى هو راه خارج باش يحمي البوطو ديالو خارج التاكلي حنا نعيطوا دابا شي ار بي كونتاكت شي ار بي عادي هادي ونختم بها ماشي اي كونتاكت في الكاري دي زويت بيلانتي كيف ماشي اي لمسه يد بيلانتي فوالا ماشي دابا غير انا نعطيك مثال دابا ديفونسور واقف ضربات لي الكره في يده كاين اللي غادي يقول بيلانتي كاين اللي غادي يقول بيلانتي على حسب كاين اربيت اللي غادي يعطيها اربيت اللي ما غاديش يعطيها على حسب السلطه التقديريه كل حكم حتى هذه لانه علاش اخويا عادل هو ما دفعش الكره ما دفعهاش ومثلا الجول خرج روطار وضربه كان لو كونتاكت بيناتهم ضروري لان الكره احنا ما لاعبينش الباسكيت وانما الجول هو اللي ضرب الكره هذه كتبقى وجهه النظر ديالي نتمنى نكون غلط انا نشوفوا احنا نشوفوا شي حاكم ولا غيفصل بينات انا كنقول لا حاكم محايد نشوفوا حاكم احنا شوف احنا كنهضروش دابا على التمغرابيش حنا كنهضرو على لقطه تحكيميه لقطه تحكيميه غادي نشوفوا الراي واش بيلانتي واش ماشي بيلانتي ولكن قبل ذلك بزاف ديال لي اس ام اس ديال نشوفوا قال لك سيدي قبل ما ناخذ الفاصل عبد الكريم اسمح لي حركه خاصو بيلانتي اصفره عادل عيطوا لشي حكم هو يشرح لكم في نظري ضربة جزاء واضحة أودي عادل راه الهضرة كلها غير تخربيق راه بينانتي واضح واش الفار خدام عندهم ولا ما خدامش قال لك بينانتي من بن شرقي الحارس جاي ليه غير الله حفظه حميد قال لك خويا ماشي بينانتي سي عادل واش هذه هضرة راه بينانتي واضح وصفرة ضربة جزاء صحيحة مليون في المية قالك ليس هناك غبار على هذه اللقطة اتجاه الكرة للمرمى والعرقلة واضحة شوف كاين بزاف اللي غيهضروا حنا نحاولوا نعيطوا لشي واحد متخصص هو يقول لنا واش بيلانتي ولا ماشي بيلانتي انا على حسب الخبرة ديالي زعما الصغيرة حيت يمكن مع السي موجه ولا مع الحكام اللي دازوا معنا الاتجاه الكرة إلى المرمى لو كونتاكت ضرب الرجل بالنسبة لنا بيلانتي واضح وضوح الشمس في نهار جميل بالنسبة لهشام ما كاينش بيلانتي ناخذوا حنا فاصل ونعيطوا لشي حكم يشرح لنا كومون ساسباس أهلا معكم في السماء الكرام دائما في راديو مارس عيطنا ثلاثة الحكام ثلاثة ديال الحكام بثلاثة قالوا لنا بيلانتي ولكن مش هذا هو المشكل المشكل هو أن السي هشام كان كيظن بأن الكرة فاش مشينا لو كونتاكت بجوج اللي ضرب الكرة الأولاني هو الجول وضربات في بن سرقي وتحطات هذا هو اللي خديت أنا في الأول دابا ملي شفنا بان لي أنا كنشكروا شكرا سي كادير شكرا كنشكرك على التكنولوجيا ودار لنا في ليكرون كبير كاع قلت لي صيفط لي في واتساب قال لك لا سيدي نديرها ليكرون كبيرة شكرا على الاجتهاد ديالك كنشكروك السي كادير هو الفاصل بلادنا تكنو انا شوف كنخرج عينيا ديما بكادير حيت عارف بان التكنولوجيا فاش جينا نشوفوا الاعادة ديال الكرة اللي مس الكرة الاولاني هو بن شرقي اللي دار نغيزة وفاش دار نغيزة كيبان بان الجول هو اللي جا ضربها في بن شرقي ولكن اللي دار نغيزة هو بن شرقي
ندار نغيزه مستات في الرجل ديال الجول وطاحت قدامه دابا انا ولو كونتاكت خطفوا لاخر دابا انا ملي كنت نتفرج البارحه عادل بانت لي اللقطه انا في الاول بلا 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 غالونتي يعني بلا اعاده بانت لي بيلانتي قلت بيلانتي ولكن ملي دارت لا غالونتي وشفت عاوتاني الاعاده انا اش قلت؟ قلت الحارس هو اللي سبق الكره الاول ضربها وضربات في بن شرقي وخرجات ولكن دابا ملي زعما شتها مزيان بن شرقي هو اللي بغى يدير لها هذيك الغيزه بغى يهزها في الجول ضربات لي في القصبه وشيط ليه من ولكن شتي انا مشي معك في الطرح ديالك شتي واخا الجول مشى الكره ومشى الكره وضربها وضربات في بن شرقي وتحطات قدامه شتي اون فوا الاتجاه الكره كتحط قدامك كتحط قدام لاتاكون وكاين لو كونتاكت ان الرجل بقات مهزوزه ديال الجول وخطف بن شرقي بيلانتي واخا هو اللي سبق الكره حيت لا بغى يسبق الكره خص اتجاه الكره يتغير ما يمشيش للبوطو خصو يمشي للجهه الاخرى هو عاوتاني علاش انا بقيت البارح على هذه القناعه ديالي وبقيت على الراي ديالي هو حتى يعني غرفه الفار يعني في هذا النيفو هذا وفي هذا المستوى يعني عيطوا ليه في الحمراء وما عيطوش ليه في هذه يعني مثلا كون مشى شافها هو في الفار كان ممكن هو يتاكد منها هو لانهم هما حكموا عليها ومشاو ايدوا القرار ديالو السؤال اللي طرحناه هنا قلنا واش الفار ما خدامش حيت ما يمكنش بيلانتي واضح وضوح الشمس نهار جميل وما يصفروش الاربيض حيت فاش جينا بن شرقي هو اللي سبق دار النغيزه الجول تاكله حيت كون تاكل الجول بهذاك الجهد باش جاي غيضرب الكره بيان سور غيشيط ويلوحها دازت الكره فاش دازت الكره وداز بن شرقي الرجل ضرب ليه العسريه ديالو طاح ماشي واضح بيلانتي وضوح الشمس في نهار جميل بالخير وفيما اختاره الله.